كارول سميحة نجمتنا، وكانت تجربة صعبة بس حلوة. يعني خلال التجربة بيكون واحد ستريس عنده كتير، وعم بفكر بكيف بده يعمل لقطاته وكيف بده، عنده سبق مع الوقت كل الوقت، يعني لأنه نحن بعالم منه مش بهوليوود، يعني ما عندنا هالبادجتس دايما الميزانيات الكبيرة لحتى نكون مرتاحين وناخد 3 أيام على كل مشهد. بس الحلو هو المرحلة اللي بعد، يعني بس يخلص الشغل وهالستريس كله واحد يحضر، يقعد ويحضر الفيلم كيف طلع. هيدي هي المتعة. يعني يا مثلا تكلفة الفيلم تقريبا قد ايه؟ صراحة هم بدها تجاوبك المنتجة بس انه منها تكلفة كبيرة بالنسبة لفيلم سينما. لو بادجت. نحب برضه نسمع تعليق النجمة كارول سماحة كأول فيلم سينمائي. مساء الخير. أول شيء أنا بتشكر كتير مهرجان الإسكندرية للسينما إنه حبوا يستضيفوا فين بالصدفة. هو بالصدفة أول فيلم لإلي، ولا كمان المخرج اللبناني باسم كريستولا دي تو بيكتشرز، مش أول أكيد تجربة. أنا أول شيء بالظروف اللي عم بيقطع فيها عم بيمر فيها لبنان، إنه نكون نحن هون موجودين معكم. أنا طبعاً عايشة بمصر صحيح، بس إنه نكون مشاركة لبنانية بهالفيلم تعني لنا كتير، لأنه بالنهاية الوجه الحضاري والوجه الثقافي اللي عم بيكون لبلدنا هو عم بيبقى الفن. رغم كل الظروف اللي عم نعيشها، الفن عم بيكون هو الواجهة أو الفترين اللي بتضوي على النواحي الحلوة ببلدنا. هذا الفيلم أنا مثل ما شفته صورة مصغرة عن مشاكل اجتماعية بلبنان، مشاكل متعددة، إن كان مشاكل طائفية، إن كان مشاكل طبقية، إن كان مشاكل اقتصادية، صورة مصغرة بهذا الفيلم. وأنا يعني فخورة إنه هالفيلم قدر وصل لمستوى إنه يفوت بمسابقات مهرجانات سينمائية. هذا كان هدفنا صراحة، مش هدفنا إنه نوصل المسابقة، بس هدفنا إنه يكون في مضمون يستاهل إنه هالفيلم هيدا يتناولوه بمسابقات ومهرجانات عالمية. كنا بفرنسا قبل بمهرجان فرنسي، وبكندا كنا الأسبوع الماضي أونلاين طبعاً فيرتشوال لأنه الظروف الكورونا ما بتسمح. لو هيك كنا رح نكون موجودين الأسبوع الماضي بكندا. بس أنا شرف كبير لإلي إنه بمصر، لأنه هي أهم بلد، بلد الأول بالصناعة السينمائية والدرامية بالعالم العربي. فهيدا الشيء لإلي أنا خطوة صراحة بقلكن إياها لقدام، بتعمل لي حافز إني اشتغل وركز على الممثل اللي فيه. بشكر مصر لاهتمامها لفيلم بالصدفة، بشكر كل الصحافة المصرية اللي اجت اليوم والناس اللي عم تحضر رغم كل الظروف. بس هيك بحب اقول هيدي الكلمة اللي حب اقولها لكم. ثانك يو، شكرا.